Hello everyone, my name is Alaa. I graduated from Al-Azhar University. I'm in law school and alhamdulillah. I teach Arabic language and Quran and Islamic studies like hadith, tafsir, fiqh, tajweed, sirah. I have many ways to teach Arabic to be easy and safe in your mind. And I have fun ways to teach kids and make it lovely and easy language. So I am waiting to start our journey together and reach the goal. Thank you for visiting my profile. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي علاء، تخرجت من جامعة الأزهر حافظة لكتاب الله تعالى، ودرس اللغة العربية والقرآن والعلوم الإسلامية مثل الحديث والفقه والتفسير والتجويد وكذلك السيرة النبوية. لدي الطرق الكثيرة لتعليم اللغة العربية وجعلها أكثر حفظا وسهولة في العقل. لدي الطرق المتنوعة لتعليم الأطفال اللغة وجعلها لغة ممتعة وسهلة لديهم. أدرس اللغة العربية من البداية حتى الاحتراف وممارستها كأنها لغتك الأساسية. لذلك أنا في انتظارك لنبدأ رحلتنا سويا والوصول إلى هدفك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.